احنا معانا على التليفون الاستاذ جورج صفوت متحدثا باسم هيئه قناه السويس. اهلا 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 وسهلا استاذ يوسف، وبشكر حضرتك على المقدمه الطيبه والتناول الطيب للارقام اللي سيادتك ذكرتها. لا ده احنا بس بنحاول، لكن احنا نشكركم على الشغل اللي ما حصلش ده، وهو فعلا ما حصلش لانه دي ارقام لم تتحقق من قبل. اشرح لنا اكتر يا استاذ جورج بعد اذنك حول هذه الارقام، وايه اسباب الزياده؟ يعني انا كنت بقى ارجع سبب الزياده وقد اكون مخطئ، انه اصبح في عندنا حمولات بتيجي محمله بنفط من روسيا ذاهبه الى الصين. صحيح، ده سبب من الاسباب طبعا يا فندم، ولكن الدلاله الكبيره للارقام اللي سيادتك ذكرتها كانت يمكن في ضخامه الرقم، بنوصل لحاجز 7 مليار، بنتخطى حاجز المليار 320 مليون طن، بنتخطى حاجز ال 22 الف سفينه، ارقام بتتحقق في ظل ما في موجه يمكن كبيره جدا من التضخم بتعصف باقتصادات العالم، موجه كبيره جدا كمان من الاضطراب اللي بتشهدها المواني العالميه وسلاسل الامداد، ولكن زي ما سيادتك ذكرت في سبب مهم جدا، الازمه الروسيه الاوكرانيه، يعني زي ما بيقولوا من رحم الازمات تولد المنح. منحة كبيرة جدا كانت موجودة في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية المطروحة على الساحة الدولية حاليا، وهي تحول سواء صادرات النفط الروسية عبر قناة السويس أو كمان توجه أوروبا لاستيراد كمان شحنات من الغاز الطبيعي من دول الخليج أو من الجنوب اللي بتمر أيضا في قناة السويس تجاه أوروبا. هذه الحركة سواء من روسيا أو من الجنوب زادت من أعداد السفن، زادت أيضا من حجم الحمولات، بيضاف إلى ذلك عامل مهم جدا هو الاستعداد الجيد لهذه الأزمة. قرأنا يمكن المشهد مبكرا، إدارة هيئة قناة السويس برئاسة السيد الفريق أسامة ربيع كان ليه توجيه مباشر مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وهي الاستعداد الجيد للأزمة دي سواء بحزم تسويقية أو تسعيرية مرنة، إن احنا نبدأ ندي عملاء قناة السويس بعض التخفيضات اللي تساعد على جذب الخطوط الملاحية لعبور القناة. والتوجه الآخر وده اللي كان فيه السبق لهيئة قناة السويس هو فتح أسواق جديدة بعيدة جغرافيا عن القناة وجذب هذه الخطوط الملاحية لعبور قناة السويس. بعض الخطوط الملاحية كانت لا تصنف قناة السويس أو لا تعتبرها الخيار الأول نظرا لبعدها الجغرافي عن مسار القناة، توجهنا لهذه الأسواق، نجحنا في اكتزاب العديد من الخطوط الملاحية اللي النهاردة بتعبر قناة السويس كخيار أول برغم بعدها جغرافيا عن موقع القناة. كل هذه العوامل أستاذ يوسف ساعدت في زيادة معدلات العبور في قناة السويس، ساهمت في وصول معدل الحمولات لرقم غير مسبوق في تاريخ القناة اللي بيوصل ل 153 سنة، وصلنا أيضا لحاجز السبعة مليار دولار في ظل تحديات، وده اللي أنا كنت بقصده بكلامي، إن إحنا مش بنتكلم بس عن إنه رقم غير مسبوق من حيث الإيرادات، ولكنه رقم بيتحقق في ظل تضخم، في ظل ارتفاع لأسعار النفط، زيادة في تكاليف الشحن، وأيضا أزمات يمكن سياسية بتلقي بظلالها على حركة التجارة بشكل كبير. طيب هنا هسأل، يعني طبعا طبعا إنه لولا إنه في استعدادات للعامل البشري الذي يدير القناة ما كناش وصلنا لده، لكن كمان مسألة العمليات بتاعة التوسعة والتعميق، وطبعا قناة السويس الجديدة، ده كل ده أدى إلى المزيد من الاستيعاب للسفن والناقلات وما إلى ذلك، وبالتالي طبعا احنا فاهمين ده بيقلل مدة العبور، بيقلل التكدس إلخ إلخ إلخ. هل هنا بقى يا أستاذ جورج احنا طالما احنا عاملين حسابنا من بدري انه حركة التجارة الدولية قد تزيد في بعض الأحوال وعلينا ان احنا نكون كلنا مستوعبين ده، اذا افترضنا انه الحركة زادت اكتر من كده، يعني انا عندي تصورات وبقول يا رب انه مع بداية انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر هيحصل عملية تصدير كبيرة لهذا النوع الجديد من الطاقة الى اوروبا وهم في امس الاحتياج ليه، وبالتالي هتبقى زيادة، يعني هيبقى في عندنا حمولات زيادة داخلة على القناة وخارجة من القناة، نودي بقى اوروبا، نودي جنوب افريقيا، نودي على شرق اسيا الى اخره. هل احنا مستعدين لهذه المتغيرات ايضا باذن الله؟ خليني اتفق مع حضرتك في القراءه اللي سيادتك طرحتها دلوقتي استاذ يوسف، فكره ان احنا هل مستعدين للمستقبل سواء من زياده اعداد السفن او الحمولات او تنوعها، يمكن يحسب للدوله المصريه الاستعداد المبكر، وده بيرجع لعام 2014 قناه السويس الجديده اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤيه يمكن استراتيجيه كانت سباقه في هذا الوقت بعقود. استعداد قناة السويس بإضافة مجرى ملاحي جديد موازي للمجرى الأصلي للقناة وافتتاح القناة في عام 2015 ساعدنا مش بس ان احنا نزود الطاقة الاستيعابية لقناة السويس، ولكن ندي رسالة واضحة ومباشرة لكل شركائنا التجاريين والخطوط الملاحية وكافة قطاعات التجارة المنقولة بحرا ان قناة السويس مش بس جاهزة حاليا ولكن جاهزة على مدار عقود وعقود
كي تبقى في صداره الممرات الملاحيه. القدره الاستيعابيه للقناه دلوقتي يا استاذ يوسف نقدر نستوعب ما يصل الى 100 سفينه يوميا. بنتكلم عن تقريبا المعدل ده حققناه بعد ازمه تعويم السفينه ايفر جيفن، كانت فيه 422 سفينه منتظره في شمال وجنوب القناه، قدرنا نعدي في اليوم الواحد ما يزيد عن 100 سفينه عشان نستوعب الرقم ده في اقل من 4 ايام. القناه بالفعل جاهزه النهارده كمان بمشروع تطوير القطاع الجنوبي اللي صد عليه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيتابعه السيد الفريق رئيس الهيئه تقريبا بصوره يوميه. المشروع ده هيزود كمان من معدلات الامان الملاحي في قناه السويس التي تقريبا لا تضاهيها اي قناه ملاحيه اخرى من حيث معدلات الامان الملاحي. هنزود معدلات الامان في قناه السويس بفضل تطوير القطاع الجنوبي بنسبه 28% عشان نوصل بيها الى افاق غير مسبوقه على صعيد الامان الملاحي. ايضا هنزود القدره الاستيعابيه للقناه بما يتخطى 100 سفينه يوميا بفضل التوسعه اللي بتتم في القطاع الجنوبي. هنعمل ازدواج في 10 كيلومتر من القطاع الجنوبي، وباقي ال 40 كيلومتر هيتم توسعتهم 40 متر اتجاه الشرق، ونزود العمق لغايه 27 متر. هذه التوسعه وهذا التطوير مش بس كمان بيعطي رساله مهمه جدا للمجتمع الملاحي ان قناه السويس جاهزه حاليا، ولكن بيعطي رساله مهمه كمان للمستقبل على المدى المتوسط والبعيد ان قناه السويس جاهزه لاستقبال حتى السفن والاجيال الحديثه من السفن اللي هيتم بنائها على مدار العقود القادمه. مع زياده الشحنات ومع زياده الصادرات زي ما حضرتك بتقول، وتوجه مصر الاخضر وتوجه الدوله المصريه نحو مشروعات الهيدروجين الاخضر، بنتوقع زياده فعلا في حركه الصادرات وحركه النقل البحري داخل قناه السويس. باذن الله قناه السويس قادره على استيعاب هذه الزيادات مش بس خلال العقد الحالي ولكن على مدار العقود القادمه باذن الله. والله انا مش عارف اشكرك ازاي، وسعيد بسماع صوتك وتشرفنا. تحياتي ليك وتحياتي لسياده الفريق جدا، تحياتي لكل الناس اللي بتشتغل في الهيئه. الف الف شكر، الف 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 شكر السيد جورج صفوت المتحدث باسم هيئه قناه السويس.